بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم سهل إلى ما جعلته سهلا ومن شئت يا رب جعلت الحزن سهلا. أهلا بك عزيزي الطالب في دراسة الفصل السابع لمادة الأحياء للصف الأول الثانوي مقررات، والفصل السابع بعنوان الديدان والرخويات. الديدان والرخويات حنتناول في دراسة الديدان جميعها، الديدان المفلطحة، الديدان الاسطوانية، الديدان الحلقية والرخوية. بسم الله نبدأ. أولا سنستعرض الديدان الاسطوانية والدورات. الديدان الاسطوانية والدورات، الفكرة الرئيسية تدور حول أن للديدان الاسطوانية والدورات قناة هضمية أكثر تعقيدا مما في الديدان المفلطحة. تذكر الديدان المفلطحة أنها ديدان ليس لها فتحة شرج، بينما الأسطوانية والدورات لها قناة هضمية أكثر تعقيدا، تبدأ بالفم وتنتهي فتحة الشرج، وتنشأ هذه القناة عن التجويف الكاذب في جسمها. زي ما تعلمنا قبل أن الحيوانات في منها عديم التجويف وكاذب التجويف وحقيقي التجويف الجسم. من الرسم ابحث عزيزي الطالب عن الديدان الأسطوانية، تلاحظ أنها كاذبة التجويف الجسمي. ما نوع التناظر؟ تناظر جانبي. الأهداف: تقارن بين خصائص كل من الديدان الأسطوانية والمفلطحة، تتعرف على الديدان الأسطوانية معتمدة على طريقة حركتها، أن تقوم خطر الإصابة بالديدان الأسطوانية الطفيلية، أن تبين عزيزي الطالب أوجه التشابه والاختلاف بين كل من الدورات والديدان الأسطوانية. ما هي خصائص الديدان الأسطوانية؟ نتكلم عن تركيب الجسم كما هو متضح في الرسم. شكل هذه الديدان أسطوانية. ما نوع التجويف؟ طبعا كاذب. ما نوع التناظر؟ تناظر جانبي. التغذي والهضم: جهازها الهضمي يبدأ فتح الفم كما تطرقنا وينتهي فتح الشرج. كيف تعيش هذه الديدان؟ يا إما متطفلة، يعني علاقة تقيم علاقة تستفيد بها بينما يتم ضرر المخلوق الآخر، يا إما تكون حرة. التنفس والدوران والإخراج في الديدان الأسطوانية: يكون التنفس عن طريق عملية الانتشار بتبادل ثاني أكسيد الكربون مع الأكسجين. الإخراج: يتم التخلص من الفضلات خلال فتحة الشرج. هناك ما يسمى بالخلايا اللهبية، سميت بهذا الاسم لأنها تشبه اللهب في أثناء اندفاع أو خروج الفضلات منها. الاستجابة للمثيرات: ما هو نوع الجهاز العصبي في الديدان الأسطواني؟ نعم، بسيط جدا، عقدة عصبية في منطقة الرأس، يخرج منها حبلان عصبيان بطول الجسم. نتكلم بعد كده على الحركة. تحتوي الديدان الأسطوانية على عضلات على طول امتداد الجسم. بسبب انقباض وانبساط هذه العضلات، تدفع عضلات الجسم في عكس اتجاه حركة السائل الموجود داخل الجسم، لأنها كاذبة التجويف الجسمي، ويثمى هيكل المسؤول عن الحركة، هيكل دعامي مائي. التكاثر: هذه الديدان تتكاثر جنسيا، أي أن الجنس منفصل، وتتم الأخصاب داخل الدودة، و الحرة المعيشة تفقس البيضة إلى يرقة ثم تنمو فتصبح دودة بالغة. أما في الديدان المتطفلة بدأ عملية التكاثر، تبدو عملية التكاثر معقدة، إذ تتطلب وجود عائلة أو أكثر أو موقع أو مواقع مختلفة في الجسم العائل. ما نوع التكاثر؟ في الغالب هو جنسي. ما نوع الإخصاب؟ يكون الإخصاب خارجي. أنواع الديدان الأسطوانية، عندي 5 أنواع رئيسية: الديدان الشعرية، الدبوسية، والديدان الخطافية، والإسكارس، وأخيرا الفلافل. هنستعرض الديدان الشعرية. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تسبب مرض يسمى التريخينيا أو داء الشعرية. طيب، ما السبب الإصابة؟ سبب الإصابة هو أكل لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية. النوع الثاني، الديدان الخطافية، هذه صورة توضح الشكل الخطافي، وهذه تنتشر في المناطق الحارة، وسببها أن يمشي الإنسان أو يمشي الناس حفاة على
ملوث، تستقر هذه الديدان داخل أمعاء العقل. طيب، على ما تتغذى هذه الديدان أو الديدان الخطافية؟ تتغذى على دم العائل والأنسجة. النوع الثالث هو الديدان الدبوسية، يتضح من الشك. الديدان الدبوسية أين تعيش؟ تعيش في أمعاء الإنسان. ومن تستهدف في المراحل العمرية؟ تستهدف الأطفال، وتنتقل في أثناء الليل إلى فتح الشرج وتنتقل إلى أمعاء الطفل. النوع الرابع الإسكارس، وهذا النوع من الديدان أكثر الديدان الأسطوانية إصابة الإنسان، ويوجد في المناطق، توجد بيوض هذه الدودة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتدخل عن طريق الفم. طيب، نقارن بين الديدان الإسكارس والديدان الدبوسية. الديدان الدبوسية تدخل عن طريق فتح الشرج، بينما ديدان الإسكارس تدخل عن طريق فتح الفم. طيب، ما سبب الإصابة؟ عند أكل الخضروات غير المغسولة جيدا التي تحوي على بيوض دودة الإسكارس. النوع الأخير الفيلاريا، وهذا النوع يسبب ما يسمى بمرض الفيل أو أوداء الفيل. والعائل الناقل لهذا المرض هو البعوض، وتعيش الدودة البالغة داخل الجهاز الليمفي للإنسان. الدورات أو العجليات، ماذا سميت العجليات؟ من الصورة يتضح أن هناك أهداف تتحرك كالعجل، أطلق على هذه المخلوقات الدورات أو العجليات لأنها تتحرك بواسطة أهداف تسمى العجل. طيب، لهذا السبب صنفت خارج الديدان الأسطوانية. طيب، ما وجه التشابه بينها وبين الديدان الأسطوانية؟ تتشابه معها في أن تناظرها جانبي، وأن التجويف الجسمي كاذب، وأن القناة الهضمية لها فتحة فم وتنتهي بفتحة الشرج. هنتكلم بعد كده على حاجة اسمها الرخويات. النوع التالي من المخلوقات الحية هو الرخويات. تتبع في الشكل الذي أمامك حيتضح أنها بدائية الفم وحقيقية تجويف الجسم. الفكرة الرئيسية للرخويات جسم تجويف جسمي حقيقي، بينما في الديدان الأسطوانية كان تجويف الجسمي كاذب. ممتاز. وهناك ما يسمى بالقدم العضلية والعباءة وقناة هضمية بفتحتين فم وشرج. هنتكلم على أهداف الدرس. تصنف أو تصر أن تصف على الطالب تركيب الجسم في الرخويات، أن توضح أهمية العباءة الرخويات، أن تحلل أهمية المخاض والقدم العضلية الرخويات، أن تقارن بين طوائف الرخويات الثلاث. بينما أهم ما يميز الرخويات أنها حقيقية التجويف الجسمي، أنها متناظرة جانبية، جسمها الداخلي طري، لها أقدام عضلية، ولجهازها الهضمي فتحة فم. هذه 5 مميزات للرخويات. السادسة، أن الرخويات عباءة تحيط بأعضائها الداخلية. تركيب الجسم، هنتكلم على التغذي والهضم. أهم ما يميز الجهاز الهضمي لدى الرخويات وجود الطاحنة، وهي تشبه اللسان وتضم صفوفا من الأسنان. هنتكلم على التنفس عن طريق الخياشيم، وعن طريق جزء من العباءة مكون بروزات خيطية تشبه أحداب السجاد. الدوران، لهذه المخلوقات جهاز دوران مفتوح أو مغلق. ما معنى كلمة جهاز دوراني مفتوح؟ أي أن الدم يضخ إلى خارج الأوعية، بينما في الجهاز الدوري المغلق يضخ الدم داخل الأوعية لأجزاء الجسم كافة. الحركة تختلف من مخلوق لآخر داخل الرخويات، فمنهم من يزحف مثل البزاق، ومنهم من يفرز مادة مخاطية تساعد على الحركة، ويطبق المحار ويطبق المحار غطاء به أحيانا للسباحة السريعة عندما يشعر بالخطر، ويدخل الحبار واخطبوط الماء إلى تجويف العباءة ثم يدفع خارجه عن طريق أنبوب يسمى السيفون. نتكلم على التكاثر، هذه الرخويات تتكاثر جنسيا، حيث يطلق الحيوانات المنوية الذكر، وتطلق الأنثى البيوض في الماء، ويكون الإخصاب خارجيا. أما بعضها الذي يعيش على اليابسة فهي خنثى. يعني إيه خنثى؟ يعني تخصب داخليا. نفس المخلوق الحي يحتوي على أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة، تخصب، يتم التخصيب داخليا. ثم الرخويات عندي 3 أنواع: بطنية القدم وذات المصراعين ورأسية القدم.
بطنية القدم، لاحظ أن الأقدام تبدأ من المنطقة أو متصلة بالمنطقة البطنية، ولاحظ برأسية القدم أن القدم متصل بمنطقة الرأس، لذلك سمي بهذا الاسم. ذات المصراعين، لأن لها جزئان ينطبقان يشبهان المصراع. أهمية الرخويات، تعد من المؤشرات الحيوية، يعني دليل على نقاء البيئة عندما تحتوي على رخويات. يجمع البشر هذه الأصداف فيستخدمونها في الزينة، فرز بعض الحلازين المخروطية سما ممكن أن يستخدم في الطب لعلاج بعض الأمراض القلب والخرف والاكتئاب والصرع وغيره. ومن مضار الرخويات أنها تنخر الخشب وتتلف السفن. هننتقل إلى نوع جديد من المخلوقات الحية يسمى بالديدان الحلقية. لاحظ من المخطط أن هذه الديدان الحلقية جسمها مقسم، وبدائية الفم وحقيقية التجويف الجسم. الفكرة الرئيسية، خلق الله سبحانه وتعالى أجسام الديدان الحلقية قطعا أو حلقات. طيب، ما الفائدة منها؟ تتمكن من تكوين أنسجة متخصصة وتكسبها فعالية في الحركة لأنها أكثر حركة. هذا الشكل العام للديدان الحلقية، وعلى الأخص دودة الأرض. لاحظ أن الحلقات تتضح في تركيب الجسم وتجعلها أكثر تخصصا وتساعدها على الحركة. تمتاز الديدان الحلقية بجسم أسطواني مقسم إلى حلقات. طيب، خاصية التقسيم تشبه من الخارج القطع النقدية المتراصة، ويفصل هذه الحلقات بعضها عن بعض جدار من الأنسجة تسمى الحاجز. ما هي الحاجز؟ هي جدار من الأنسجة يفصل حلقات بعضها عن بعض. وبعض هذه الحلقات تقوم بوظيفة معينة أو محددة، كما تخصص بعض الحلقات لوظيفة معينة كالإحساس أو التكاثر، فسبحان من خلقها وصورها. بالنسبة للتغذية، هنتكلم على أهم الجزئيات الجديدة وهي الحوصلة، وهي منطقة أو كيس يتم في تخزين الغذاء. القانصة، وهي كيس عضلي يحتوي على أجزاء صلبة تساعد على عملية طهي. يكون فيها أجزاء صلبة من التربة تساعد على ضخ الغذاء. جهاز الدوران، تتميز الديدان الحلقية بأن القلب مقسم إلى 5 أجزاء، أو نقول أن هناك 5 قلوب مسؤولة عن ضخ الدم والجهاز الدوري مغلق. التنفس والإخراج، تأخذ الديدان الحلقية الأكسجين من التربة وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون عبر الجلد، وهذا يسمى عملية الانتشار، وبعضها له خياشيم لتبادل الغازات في الماء، كما أن هناك زوج من النفريديا في بعضها، أو في الديدان الحلقية زوج من النفريديا يمثل قناة هدبية كما هو الحال في الرخويات في كل حلقة. الحركة، تتكاثر الديدان الحلقية، الحلقة طبعا مسؤولة عن الحركة، الحلقات تساعد على الحركة بشكل أكثر كفاءة. التكاثر، تتكاثر جنسيا ولا جنسيا، الجنس في معظمها منفصل، هناك ذكر وهناك أنثى، والتلقيح يكون خارجي. وتتبادلان ديدان الحيوانات المنوية والبيوض في منطقة تسمى السرج، وهي عبارة عن حلقات منتفخة، الإخصاب يكون داخليا، وتنتج هذه منطقة السرج الشرنقة التي تنقص منها صغار دودة الأرض. عندي تنوع ديدان الحلقية 3 طوائف، قليلة الأشواك وعديدة الأشواك والهيرودينا، وهذا موضح في الرسم. لاحظ الفروق بينهما من المواطن البيئية لقيد الأشواك اليابسة، بينما عديدة الأشواك في مياه البحر، بينما الهيرودينا تعيش في المياه العذبة، ولكل منها مثال. قيد الأشواك دودة الأرض، عديدة الأشواك الدودة الشوكية، والهيرودينا العلق الضوء. ننتقل إلى حل أسئلة الكتاب. وصلنا إلى نهاية الفصل.
وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.